جوز كلام. ابو فاكي وطي الصوت شوي، ما عاد سمعت صوت التلفزيون من كثر الصوت عندك مو عالي. عفوا اسف ام جوزيف، مو منتبه انه الصوت كتير عالي. بعدين شو هاد اللي عم تسمعه؟ اغاني، عم اختار اغاني لحلقه حكواتي الجايه. هلا هي الاغاني اللي بدك تحطها شبه كلماتها قويه ومعبره. ايه ما اختلفنا على الكلمات، بس هي الاغاني وهي الموسيقى مو تبعنا. شلون يعني مو تبعنا؟ يعني مو ستايلنا، مو ثقافتنا. مالك سمعانها شلون فيها من الغرب أكتر ما فيها مننا نحنا؟ لا أم جوزيف أنت عم تبالغي شوي، بعدين شو فيها إذا الموسيقى تبعنا تطورت وتجددت أو حتى تأثرت بالموسيقى تبع غيرنا؟ هلا أنت هيك عم بتقول؟ إيه أنا هيك عم أقول. ليش أنا إمتى كنت ضد الحداثة والتطور؟ أنت مالك ضد الحداثة والتطور، بالعكس، بس يا ترى هذا النوع من الغنى والموسيقى بتسميه حداثة؟ طبعا حبيبتي، نتيجة الانفتاح العلمي والثقافي على دول الغرب لابد من أنه نتأثر فيهم، وهذا التأثير ببين بثقافتنا. أول شيء ببين بالموسيقى، بعدين إذا هذا الجيل حابب هاي الموسيقى ليش ما نواكبها نحنا لنقدر نقدم للجيل شيء منيح بناسب مجتمعاتنا وثقافتنا، أحسن ما يستوردوا من الغرب استيراد، ساعتها بنكون عم نلبس توب مو قياسه علينا. والأحسن من هيك أنه نساعده على أنه هو بذاته يطور الموسيقى تبعه بالشكل اللي بتناسبه. اي فهمت عليك ابو فاكر، بس ما بتحس انك حانن لاغاني زمان؟ وقت كان يا ليل تصدح صدح وتعبي الراس، وين هداك الفن وين يلي عم نسمعه اليوم؟ اكيد يا ام جوزيفة بحب اسمع اغاني ايام زمان وما بسلطن غير عليها، بس القصة ما أنا أكتر من فرق بالأجيال. يعني الأغاني اللي بالنسبة إلنا بتعبي الرأس بالنسبة للجيل هلأ مملة وبطيئة، والأنواع الجديدة اللي عم يسمعوها هي اللي بتعبي الرأس بالنسبة إلهم، بالنهاية بالنسبة إلنا يعني هي أي كلام، ما بعرف شو بدي أقول، يعني هيك ما بتزبط معنا. هاي مسؤوليتنا نراقب الكلمات لحتى ما يروح الفن باتجاه الهبوط والابتزال. أي والله الحق معك. شو هالصوت؟ هاي رنة موبايلي. هلأ صلك ساعة عم تاخدي وتعطي معي بالموسيقى والتطور والتغيير واللي صار فيه وغيره، وانتي أصلا حاطة النغمة لموبايلك هيك غنية؟ اي صح، أنا كنت عم ناقشك، بس أنا ما قلت لك أني ضد الحداثة والتطور بالموسيقى ولا شو؟ أصلا أنا الحق علي. جوز كلام.